من حديثنا عن السيتوبلازم of the amoeba contain also endoplasmic reticulum, and the endoplasmic reticulum in amoeba more complex than the endoplasmic reticulum of the yeast. وراح نتحدث بالتفصيل عن الاندوبلازميك ريتيكولوم لما ناخذ موضوع القضيه. فنترك الحديث عن الفانكشن وتركيب الاندوبلازميك ريتيكولوم الى موضوع الاورجانيل. ايضا تحتوي على الاميبا على جولجي كومبلكس، ومثل ما تعرفون الجولجي كومبلكس يعمل على باكجينج امباكجينج اند بروسيسنج ذا ماكرو مولكيولز سوتش از انزيم اند بروتين اند ان فيزيكلز. على سبيل المثال يعمل على رزم الانزيمات مثل ما نلاحظ في تكوين اللايسوسوم في داخل الخلية. وايضا نتحدث عن الجولجي لاحقا في موضوع الأورغانيلز. هنا عندنا موضوع اخر او محتوى اخر من محتويات الاميبا اللي هي الكونتراكتال فاكيولز. Contractile vacuoles, as you know, the amoeba, especially this type of amoeba, lived in fresh water. So a lot of amount of water enter into the cell. طبعا هذا دخول الماء الى داخل الخلية قد يؤدي الى انفجار الاميبا. ولكن وجود contractile vacuoles help in the maintain the shape and the volume of amoeba. كيف؟ إنه تتكون عندي contractile vacuoles. تبدأ contractile vacuoles في البداية بتكوين serial of small vacuoles أو vesicles صغيرة، بعدين تتجمع وتنطيني large contractile vacuoles. This vacuoles become near the surface and then access through the excess water outside of the cell. So what is the function of contractile vacuoles? Contractile vacuoles pumping out the excess water that has entered the cell across the plasma membrane. This is the function of the contractile vacuole. طبعا اللي يساعدها بهذه العملية هو وجود أعداد كبيرة من الميتوكوندريا aggregated around the contractile vacuoles. بما أنه عملية pump أو ضخ للماء فتحتاج إلى طاقة، هذه الطاقة أو الانرجي تأتي من أنه الميتوكوندريا تتواجد أو تتجمع حول contractile vacuoles to help and throughout the excess water outside of the cell. هذه فيما يتعلق contractile vacuoles. عندنا موضوع مهم في الأميبا واللي هو the phagocytosis، عملية التغذية أو the phagocytosis in amoeba. بالحقيقة عندنا هذا الدايجرام والتعليق الموجود بهذا الفيجر هو fair enough أو كافي بالنسبة لشرح عملية الفاجوسايتوسيس. فإذا نبدأ أنه هذه هي جزء from the amoeba. والتغذية بالأميبا تعتمد على small protozoa such as paramecium, myoglina. First of all, or the first part which recognize the food، أول جزء اللي هو يميز الغذاء مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة هو ال surface coat. Surface coat الجزء الأول اللي يتحسس الغذاء، وبعد التحسس أو recognition of the food تتكون عندي الخطوة الأولى invagination، وعن طريق تكوين سيدوبود، and then the invagination of the plasma membrane into the inside of the cytoplasm، وتكوين عندي the vesicle. هذه أو vacuoles، sorry، هذه vacuoles رأسا يحدث هناك عندي ارتباط ما بين هذه food vacuoles with the lysosome. لاحظوا هنا عندي Golgi complex وهذه اللايسوسوم القريبة منه اللي متكونة نتيجة لرزم
الانزيمات في داخل الجولجي. فذي لايسوسوم فيوز او تتحد with the food vacuoles. الخطوة الثالثة تبدأ عملية digestion or the digestion of this food inside the food vacuoles. بعد عملية digestion والهضم تبدأ المواد المهضومة pass into the cytoplasm. تذهب إلى السيتوبلازم طبعا للاستفادة منها من قبل الأميبا. The remain part of this food اللي هو البقايا نقدر نعتبرها الويست أو بقايا المخلفات عملية digestion of the food تتحول or become near the surface and throughout of the cytoplasm by a process called exocytosis. فإذا هذه هي الطريقة اللي تم بها عملية التغذية بالأميبا. فهذا الرسم هو المهم يوضح العملية بالكامل، ولكن الرسم ما يكون وافي إذا ما يتضمن الشرح الموجود بهذه الفقرة.